مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحوال الطقس المرتقبة لنهار الغد، فالأجواء ستبقى ملبدة بسحب كثيفة سفلى، احتمال تساقط بعض الأمطار خلال صباحة الغد على السواحل الغربية. الأجواء شبه رعدية على السواحل الوسطى وحتى الشرقية، لكن خلايا رعدية منعزلة ستكون مرفوقة بأمطار، احتمالا تكون معتبرة على المرتفعات الداخلية. هذا النشاط الرعدي سيمتد إلى مناطق الجنوب الغربي للوطن، شمال الصحراء، منطقة الواحات. أمطار غير مستبعدة أيضا ستكون في الموعد بحولها. الأجواء مشمسة إلى مغشى جزئيا بالصحراء الوسطى وصولا إلى أقصى الجنوب الجزائري. خلال هذه الليلة ولصباحة الغد، درجات الحرارة الدنيا تتراوح ما بين 17 إلى 20 درجة بشمال الوطن، لن تتعدى 28 بشمال الصحراء، 30 بأدرار، 31 بإن صلح، 23 درجة بتمنرة، ستجاناتي تقارب 28 درجة ببرج بيت مختار إنكس. ظهيرة الغد بحول الله سيكون فيه تراجع إذا لدرجات الحرارة القصوى، إذا لتقارب 29 بعنابة سكيكدا وهران مستغانم، 28 درجة بالجزائر العاصمة الجلفة والبيض، 27 بتيارت، 31 بتيزي وزو، لن تتعدى 36 بشمال الصحراء، 34 بتندوف، 45 درجة بأدرار إن صلح، 41 فيما يخص إليزي، 38 بتمنرة، ستجاناتي تقارب 42 درجة فيما يخص برج بيت مختار إنكس. للملاحة والصيد البحري، فالبحر سيبقى قليل الاضطراب على طول الشريط الساحلي. سرعة الرياح هذه المرة ستشتد على السواحل الوسطى، يمكن أن تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة، 30 كيلومتر في الساعة على السواحل الشرقية والغربية. هذا داخل الوطن. خارج الوطن إلى جنوب إفريقيا، الأجواء ستكون إذن ممطرة بأغلب العواصم، مع تسجيل 22 درجة بأديس أبيبا، بانجي تقارب 31 درجة، أبوجا 28 درجة، نفس الأجواء بأبيجان 32 درجة، بكينشاسا الأجواء ستكون غائمة جزئيا، بنيروبي مع 26 درجة، 34 بلوساكا لتقارب 21 درجة مئوية بكيب تاون. أما عن وقت شروق الشمس لخص الجزائر العاصمة وضوحيها، نهار الغد سيكون في حدود الساعة السادسة صباحا و34 دقيقة. عناوين مصلحة أرصاد الجوية تبقى دائما في الخدمة.